الصعيد ونديهم في الأداب. اليوم حبيت نحكيكم على الابليكاسيون بتاعي ونختار في مجال السياحة. علاش مجال السياحة؟ خاطر مجال اقتصادي كبير حي في تونس وهو ركيز مركز الاقتصاد التونسي. وكما تعرفوا أنا في تونس طول عشر في تحول ديمقراطي والاقتصاد التونسي وخاصة السياحة تعيش في أزمة اقتصادية وأنا توانسة لازم نضامن ونتعاونوا باش نجاوز الأزمة هذه. والابليكاسيون حبيت نعملها باش تكون مساهمة بسيطة مني باش نتعمق أكثر في الابليكاسيون. هي متكونة من دو بارتي، بارتي كليون ينجم يوتيليزاتور سامبل يدخل يشوف ليزيفانمون الموجودة، يشوف الخدمات المقترحة كيما رحلات كيما عمرة كيما فنادق المتوفرة. والبارتي الثانية هي بارتي أجونس فياج، هي كونت سامبل نجم أي أجونس تدخل تحط الانفورماسيون نتاعها، تحط التصاور الموجودة، تحط علاش لا الفيديو. والهدف من الابليكاسيون هذه هو باش نكونوا هامسة وصل بين الاتيليزاتور والأجونس فياج باش نسهلوا عملية اختيار الخدمات وكذلك باش نشجعوا على السياحة الداخلية واللي هي ركيزة مركز البلاد. وإن شاء الله تكون تعجبكم الابليكاسيون. وبلادنا ياسر مزيانة واحنا كل لازم نتحافظوا لها ولازم نكون جد وحدة باش نتعاونوا ونتكاتفوا ونضامنوا على حمايتها والمحافظة لها. ميرسي.